بعد أن نرحب بضيفنا من إسلام أباد رئيس معهد الباب للدراسات الاستراتيجية دكتور جاسم التقي. دكتور جاسم، الأزمة السياسية تبدو مفتوحة، ماذا يعني اليوم هذا الصوت للمعارضة؟ سحب الثقة؟ كيف يمكن أن تكون المرحلة؟ وما أبرز أسماء المرشحين لحكومة سيلقى على عاتقها ربما مسؤوليات جسام؟ نعم، الواقع أن اليوم هو يوم تاريخي في تاريخ باكستان بعد سحب ثقة من حكومة عمران خان. يبدو أن المعارضة لديها تفوق بعدد المقاعد حسب ما أفرزته حركة سحب الثقة، لأنها بينت أن لدى تجمع المعارضة 174 صوتا، وهذا المطلوب أيضا لانتخاب رئيس الوزراء الجديد. كافة التوقعات تشير إلى أن شهباز شريف شقيق نواز شريف، والمصنف أيضا بأنه أحد ثقات المؤسسة العسكرية الباكستانية وأحد المقربين للجنرال قمر جاويد باجوا، سيفوز بتلك الانتخابات. ولكن الحديث بأن فترة الانتخابات ربما قد تكون موضع ربما هذا البحث أمام الأزمة السياسية الحادة وأمام الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، هذه الأزمة هي التي أطاحت بعمران خان. ما أبرز التحالفات وما هي التحديات وما أهمية تأجيل الانتخابات؟ نعم، يعني هي عدة عوامل ساهمت حقيقة، ليس عامل واحد. يعني العامل الاقتصادي هو أهم العوامل أنا في اعتقادي، لأن حكومة عمران خان فشلت في تطبيق برنامجها الانتخابي، فشلت في سياستها الاقتصادية، وعدت بباكستان جديدة، نيا باكستان كما يقال لها باللغة الأردية، ولكن لم يتحقق أي شيء من ذلك. بدلا من ذلك لجأت الحكومة إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وأخذت تقترض مبالغ كبيرة جدا، وحجتها في ذلك أن حكومة حزب الشعب الباكستاني السابقة وحكومة نواز شريف أثقلت البلاد بالديون، مما اضطر عمران خان إلى أن يحصل على الديون لدفع الديون، ولذلك لم يتمكن من تحقيق برنامجه الاقتصادي، وهو محق إلى حد ما. ولكن لوحظ أيضا أن عمران خان فشل في محاربة الفساد، وهو شعاره الأساسي، لأن حلفائه من الأحزاب الصغيرة المحسوبة أيضا على المؤسسة العسكرية كلهم لهم سمعة سيئة جدا ومتورطون بالفساد، إضافة إلى تورط أعضاء من حزبه أو ما يسمى بالمنشقين أيضا بالفساد. نعم. أشكرك جزيل الشكر رئيس معهد الباب للدراسات الاستراتيجية دكتور جاسم التقي. قد ينتهي أيضا مدة النقل المباشر، كنت معنا مباشرة من إسلام أباد، أعتذر منك وأشكرك جزيل الشكر.